هو اليوم الدراسة هذه هي ترجع على peut-être les répercussions نجم نقولوا متاع جائحة الكوفيد 19 بيان سور على الاقتصاد التونسي، وخاصة أنه دراسة تقييمية خلينا نقولوا فيها برشا أرقام عندها علاقة بنسبة النمو بنسبة البطالة. زاد اليوم المؤسسات متناهية الصغر دونك اللي هما مؤسسات اليوم معناها vulnerable ويشهدوا هشاشة اقتصادية واجتماعية، ونحن باش نحاولوا نحطوا الأمور هذه الكل في إطارها مع ضيفتنا مدام أسماء بوراوي خوجة. دونك كما قلنا مدام أسماء اللي هي مديرة فريق النمو الشامل والتنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البنود في ضيف اليوم. ضيف اليوم. ضيف اليوم، مرحبا بك مدام أسماء. يعيشك فارس، شكرا على الاستضافة وعسلامة للي يسمعوا فينا الكل. تخي بيان، دونك دراسة هذية نحن ديجا صارت لانونس اوفيسيال في قبل بيان ايفيدامون مع الوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وممكن الدراسة هذية اليوم تكون كومان سوبور خلينا نقولوا وآلية من الآليات ولا أدوات العمل للحكومة باش تنجم تكون عندها اون ايدي ولا تكون عندها انسومبل كامل دو فيو. وجو بونس انو كي نلقاو معناها الخدمة الكل اللي هي سورتو نخدموا على نسبة النمو على البطالة على لي بريفيزيون كيفاش باش يكونوا يعني نجموا نقولوا تكهنات وكاو صار هكا والا هكا، وهذاك علاش ممكن ما نجموش نقولوا دراسة بقد ما أن ممكن نقولوا كأنها حاجة تقييمية، فما اون ايفالواسيون مش اتيود بالمعنى الاتيود اللي يصير عادة في لي زيتود الاخرين والا في الدراسات الاخرى. مدام اسما فما اون بارتيكولاريتي ديجا. اي شكرا فارس. هي ساعة دراسة قمنا بها، معناتها هي شراكة بين البنود ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. ومن شيرة لوزارة التنمية خدمنا معناتها بريسيزيمون مع معهد الوطني للإحصاء وليتسيك في الدراسة هذية اللي هي زادة قمنا بها من خلال معناتها هما زوز معناتها خبراء اقتصاديين يعني محمود سامي النابلي وعبد السلام العباس. فوالا اكزاكتومون هما اللي قاموا بالدراسه مع مع البنود ودونك اون بارتناريا مع الام دي سي اي ان اس اي تك. دونك هذاك علاش من بعد احنا اعلنا عليها اوفيسيلمون مع السيد وزير التنميه والاستثمار والتعاون الدولي نهار الاربعاء اللي فاتت. دونك شوف هو بون لوبجيكتيف نتاعها هو تقييم معناتها انعكاسات جائحه الكوفيد على الاقتصاد التونسي وي دو مانيير جينيرال معناتها سور لاسبي ماكرو ايكونوميك. اما حبينا نعملوا زيد ان فوكس على المؤسسات الصغرى ميكرو انتربريز اي لي ميناج معناتها المواطنين الاسر الاسر. علاش؟ خاطر احنا لونجل نتاعنا في البنود باش نركزوا على لا كيسيون دو لا فولنيرابيليتي الهشاشه والفقر. والهشاشه هي اقتصاديه اجتماعيه لانه اليوم الوضع اللي صاير وجائحه الكوفيد سي فري فما ان اسبي سانيتير اللي ان شاء الله يكون ميتريزي بيان سور، لكن الوضع اللي الامباكت هو بالنسبه للاقتصاد والجانب الاجتماعي. هو بور بروبروندر سي سليم عزيبي معناتها كي ترى انت تقارن تونس ببلدان اخرين معناتها في سور لو كونتينون ولا حتى اون اوروب معناتها الحمد لله sur le plan sanitaire الجائحه حاول معناتها تسمى on a réussi plus ou moins باش on la maîtrise. اما ما نجموش نقولوا لا كريز ديغيغ نو كيف انت لا كريز سانيتير اليوم بلا فهم يلزمنا نتاقلموا ونعيشوا بها معناتها توتافي. مي انت كي تتفكر الكونفينمون اللي تقعد في البال هي الصف قدام البوسطه عم تلعب تاخذ 200 دينار معناتها لي جون سون ا 200 دينار بري. دونك هذاك هو اللي معناتها يخرج دو grand problème هو مشكلة التنمية مشكلة الفقر في تونس معناتها واللي انتم حكيتوا عليه في الدراسة فوالا هذاك علاش خاطر احنا في البنود معناتها نركزوا على لي ديمونسيون هذوما بوفرتي اي فولنيرابيليتي وكيفاش معناتها نجموا ندعموا الحكومة والمؤسسات الوطنية باش السياسات الوطنية اللي
تمشي معناتها في 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 التنميه اللي تتحط معناتها في 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 التنميه تكون اورينتي ليف نو وان بيهايند معناتها ما تخلي حتى حد على شيرة. هذاك هو كي نحكيوا على الكروسانس انكلوزيف معناتها اللي نجم الناس الكل تتمتع نمو شامل معناتها فوالا تتمتع بهالثروه هذه اللي هي معناتها كي برودوي. وهو في نفس التمشي هذايا حتى انتم حكيتوا على الفوارق بين الجهات ومن بين لي ريكومونداسيون والتوصيات لكن نرجعوا عليهم التوصيات معناها نفهموا اللي ديجا راهو اليوم فما ان جاب فما ان جاب في لي سيكتور فما ان جاب aussi في لي ريجون في لي ريبارتيسيون معناها في توزيع الثروات بين الجهات وفما فجوه كبيره برشا اليوم بين الجهات وهذايا ممكن اللي يخلق مشكل كبير في التنميه واليوم اللي راهو مثلا في الكامور اليوم كان نحن نحكي ونكونوا اوني دون لاكتواليتي مدام اسماء فاش نجموا نجاوبوهم الناس معناها اليوم باقي فما توجور الفرستراسيون هذه سوسيال الاحتقان الاجتماعي ديما موجود رغم كل البرامج الموجوده اليوم رغم كل معناها ليزيفور اللي قاعد يقوم بهم المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الدولية اللي هي تمثل المجتمع المدني الدولي وكل لكن باقي نلقاو فما ان جاب دونك ما نعرفش اسكو نتوما اليوم الى ايتي تريتي لا كيستيون هذيا وشنو هو لا سوليسيون كانت انت تقول لي اليوم رانا نعاونوا الحكومة التونسية ونحن ديجا نحضروا في المخطط الجديد يعني لو بلان كان كينال معناها نحن نحضروا نقصد معناها الحكومه التونسيه نحضروا في الحوار تكنيك بصفه عامه معناتها توت لي انستيتيوشن انترناسيونال يعاونوا معناتها مش فوالا دونك انتوما انتوما باش تعاونوا يظهر لي الحاجه هذه لازم نسلطوا عليها الضوء مشكلة التنميه في الجهات جو سي داكور هو جوست بربي فارس حاب نرجع على اللي انت قلت سيت اون اتيود بارتيكولير هو راهو ليتود هذه اللي قمنا بها معناتها عملنا دي سيمولاسيون معناتها صار صارت الكريز سانيتير هذه توقفت لاكتيفيتي ايكونوميك شهر ونص وي ابار معناتها الصحه ولا المواد الغذائيه والكل اما الباقي الكل داخل كله وقف دونك احنا قلنا عملنا ليبوتيز كان الحجر الصحي دام ثلاثة شهور خاطر هو شهر ونص افكتيفون اما كي رجعنا لو 4 مي ما رجعناش 100% دونك نجم تقول معناتها كانوا توقفت الحركه الاقتصاديه على 3 شهور شنو الانعكاس نتاعها دونك فما دي تكنيك باش تنجم انت تعمل كما تقول سيمولاسيون معناتها باش تشوف شنو الانعكاس برينسيبالمون الانعكاس معناتها على الاقتصاد معناتها الكل ككل هو معناتها تراجع في نسبه نمو الا 4.4% وهذا معناتها كي قمنا بالكالكول نتاعنا في افريل ابوبخي خاطر احنا بنينا في ما فوالا دونك فما لو ريسك اللي باش يكون اكثر وهذا اللي تتقال زاد ميم لي زيكسبير اليوم اكثر من لي زيكسبير الخبراء الكل يقولوا وزير التنميه والاقتصاد والاستثمار والاستثمار والتعاون الدولي هو زاد بيدو قال يمكن باش تكون اكثر باهي من بعد دونك في لي سيمولاسيون هذوما زاد شفنا الانعكاس على نسبه البطاله اللي هي معناتها توا 15% يمكن معناتها تتعادل 21% كي نقول علاش نقول يمكن encore une fois c'est des simulations mais c'est en l'absence d'une intervention quelconque de l'état or الدوله قاعده توا تحط في تقوم باجراءات اللي هي اجراءات طويله برشا واللي المؤسسه اليوم الاقتصاديه ما عادش عندها لا بوسيبيليتي باش تجاري ولا تتخرج معناها دونك البطاله الدوله قاعده تعمل في دي زيفور اما لي زيفور مازالوا ماهمش واصلين 100% للمؤسسات اي لا 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 بيان سور فما دي زيفور على المدى القصير وفما زاد اصلاحات كبرى على المدى الطويل اللي هي باش تساهم في في معناتها باش تكون باش يكون الاقتصاد التونسي يقاوم avec beaucoup plus de d'efficacité de résilience le choc وهنا انتم حكيتوا انه نسبه البطاله من 15% تمشي ل 21.6% و 20.6% معناتها 274000 عاطل عن فوالا عن على العمل معناها باش نقول ابوبخي بيان سور وان شاء الله ما نوصلوش لهذا وي نسبه الفقر دونك اللي احنا تقريبا في 15% دونك لو ريسك نجمو باش نوصل 19% هذايا المعدل الوطني اما المشكل وين زاده اللي نسي هما اللي اكثر elles sont plus exposées للخط الفقر معناتها اللي احنا قلنا تقريبا 475 الف مواطن
مواطنة تونسية ما تمشي يتعداو تحت الخط خط الفقر النقدي البوفرتي مونيتير دونك اللي هي اون مويان ناسيونال دو 19 ابوبري دونك النساء اكثر لا مويان ما بين لي بوبولاسيون فيمينين اكثر اللي هذا زاد مشكل كبير اللي معناتها التفاوت معناتها باش يترجم هذا يترجم باللي وهذا سي دي في معناتها اللي المراه اللي سور اكسبوزي ا سكون ابل نو سولمون فيولانس دوميستيك مي اوسي لا فيولانس ايكونوميك وقت الفما نبداو بها هي خليها تشد الدار فوالا ونسى هما اللي يبداو ان بروميير لي لا والشيف 18.7% معناها كوميم شيف كبير برشا بالنسبه للوضع نتاع النساء اللي يلقاو الواحه معناها نجم يكونوا هما هذا بور لي زوم 18.7 بور لي فام 19.7 فوالا باه اوكي فوالا هذاك احنا 19.7 باردون فوالا هي احنا لقينا اون مويان ناسيونال 19.2 في الفقر النقدي اما النساء 19.7 دونك اكثر شويه من المويان ناسيونال دونك فوالا معناتها هالدراسه هذه معناتها ظهرت كما قلت انت تفاوت بين الجهات خاطر فما جهات مست اكثر من جهات اخرى كما القطاعات زاد معناها الجهات والقطاعات فوالا وقطاعات بيان سور القطاعات اللي تمسوا الاكثر هما اللي كانوا معناتها تمسوا ديريكتومون بالحجر الصحي اللي هو معناتها السياحة والنقل دونك هذاك سي ايفيدون اما فما من بعد قطاعات اخرى اللي تخدم مع السياحة ولا مع قطاع النقل اللي تمسوا انديريكتومون زاد هذاك زاد ما يزنش ننساهم واللي منهم برشا شركات صغرى ودي بوبولاسيون فولنيرابل من الارتيزانا مثلا تمس برشا برشا وكانوا حاضرين هو في الرونكونتر هذه يعني في الايكونوميك بوليس دايلوغ دونك اللي هو بيان سور هذه لا رونكونتر انويال تصير يظل كانت ان بو بارتيكولير بالكونفينمون بكل شيء لكن بالحق معناها سيتي تري اوفير انا شفت وتبعت حتى سور اللايف وكل دونك جي فيو كو فما تو الموند بارل سون تابو معناها العباد هو هذاك البرانسيب هي ساعه مونسويل هي سلسلة متاع ورشات نقوم بها ما بين البنود والبنك مونديال دي كولابوراسيون بنود بنك مونديال الهدف منها باش الناس كيما قلت انت تتكلم معناتها افيك بوكو دو سانسيريتي و دو مانيير فرانش سلسلة شهرية شهرية ايه احنا بدينا جانفي فيفري ومن بعد قاسينا بيان سور خاطر الكونفينمون خممنا باش نعملوا ان ايكونوميك بوليسي دايالوغ فيرتويل بات بون قلنا على لوكازيون جو سان ديال الدراسه خلينا نرجعوا نشجعوا الوتلا ونرجعوا معناها نرجعوا لي زيفينمون اكزاكتومون دون لي زوتيل ونحسوا فما اون في جديده دونك بالنسبه للدومونسيل الحمد لله وان شاء الله نوصلوا هكاك دونك نكملوا في لي شيفر وقفنا في القطاعات المتضرره ديجا قلت لك جوستومون قلنا ترونسبور توريزم اما من بعد زاد فما القطاعات اللي تصدر كما تقول الاوتوموبيل الايرونوتيك اللي تكستيل زادة معناتها اللي هما لقاو روحهم زادة ما عادش ينجموا يصدروا على خاطر احنا سكرنا والبلدان زادة الاخرى تمست دونك اوتوماتيكمون معناتها بانديمي معناتها حاجة اللي مشيت على ليشيل العالم الكل اكزاكتومون دونك هذاك برانسيبالمون القطاعات اللي تمسوا واللي رقم معاملتها بيان سور تراجع معناها كما القطاعات هذه فما زاد قطاع النسيج واللي هو زاد كان حاضر بيان سور دونك الجامعه كانت موجوده البارح دونك جوستومون في وسط ليفينمون لايرونوتيك اليوم زاد اللي هو تمس برشا وخاصه كما في فرنسا وشفنا لي ديكلاراسيون وكل اللي اكيد اوتوماتيكمون اليوم حتى في تونس معناها عنده اثر كبير برشا وفهم برشا ناس فقدت مواطن شغل راهو باغابور السيكتور هذايا مدام اسماء وكل ثم اخر حاجه اللي هما الشركات متناهيه الصغر دونك هل هو جينيرالمون ان هذه الحاجه اللي حبيت نفهمها اللي هما بتتر ماهمش لي بي ام او مي ممكن فوالا لي ميكرو انتربريز اللي هما يمثلوا التمويل الاصغر اليوم الدراسه هذه توا اليوم فما اون ستركتور كامله فما دي زي ام اف معناها الناس قاعدين يخدموا ما اون با سيتي معناها لي زي ام اف كي اكزيست وكل شنو هو لابور اليوم نتاع الدراسه هذه شنو هي لو بلوس اسكو نحكيو على نفس لي سوسيتي هذوك ميكرو فينانس اسكو نحكيو على دوتر كاتيجوري والا هذه سي جوست بارابور للسيتياسيون اللي عاشوها في الكونفينمون والامباكت ايكونوميك
ممكن التأثير الاقتصادي على الناس هذوما بالذات؟ معناها كي نقولوا شركات متناهية صغر كيما شكون مثلا؟ هو شوف فما تقريبا فريمون شيفر على لوش ما ديزون ان شيفر نتاع 2017 هو من الـ INS تقريبا 770 الف شركة تونسية. بون نجم هذا 2017 نجم نقولوا توا نجم نقربوا شوية 800 الف فيهم 97% من الشركات هذوما معناتها الزامبلوا من الصفر الى خمسه من الناس. صفر معناتها واحد وحده حل الشركه يخدم على روحه ما يخدم حتى حد للخمسه. اما هما دي زونتربريز باتونتي معناها عندهم باتيند. فما اللي عندهم التيان اون كونتابيتي فما اللي ان تيان با اون كونتابيتي. اسكو في الفورميل ولا في الانفورميل معناها في المنظم ولا الغير منظم؟ عزوز جوستومون احنا هذايا اون اي بارتي من ليشانتيون تاع الـ INS اللي صارت انكيت وقتها وتعملت في 2018 فيها كل شيء في تشمل معناتها اوسي بيان القطاع المنظم ولا الغير منظم. دونك 97% معناتها هما ميكرو ولا تري بوتيت انتربريز على الشركات التونسيه الكل معناتها نحي لي 3% اللي هما شركات كبرى اللي عندهم اون سارتان سوليديتي فينانسيير حتى كانت ضروا برشا زاده بهالكوفيد اما عندهم متلا كيما نجم نقولوا الاخرين الكل هذاك علاش احنا ركزنا عليهم الاخرين وقفوا فما اللي وقفوا اللي سكروا واللي كانوا معناتها الاسر اللي تبعينهم يعيشوا كان من هذاك كي توقف انت الموت معناتها الرزق نتاعهم دونك كله يصير معناتها انعكاس على الفقر اتسيتيرا هذاك علاش حابين وتقريب هما لي كليون اكتيف بالنسبه اللي يمثلوا لي زي ام اف يفوتوا اكثر من 450 الف معناها اليوم كليون. دونك شوف انت قديش من عائله تنجم معناها تقف وتنجم تكون عندها ان امباكت اذا المشروع والا المؤسسه هذيك اللي هي صغيره تقف والا ممكن ما عادش تلقى عندها خلينا نقولوا سيوله معناها دونك ليكيديتي هي ازمه سيوله معناتها au vrai sens du terme صارت مع الكوفيد و الحكومه اتري كور تيرم باش تجي معناتها تقاوم هالازمه هذيا الاجراءات اللي قامت بهم هما pour soulager le crise de trésorerie tu vois que les lignes de financement ou les reports تخلص الشهري voilà تخلص الشهري وكل اللي يقول لك report de paiement تاع les échéances fiscales ou les charges sociales الاجراءات الجبائيه كلهم voilà باش تخفف شويه على ازمه السيوله هذه. اما pour revenir les IMF اللي هما يمولوا زادا اون غراند بارتي من لي زونتربريز هذوما احنا معناتها ما بين التوصيات اللي قمنا بهم في الدراسه على المدى الطويل خاطر على المدى القصير مش نحكيو خاطر كيما قلت توا هذا سي اون لا ريبونس ايميديات بار لو سولاجمون اي لاتينواسيون تتسمى نتاع هالكريز دو تريزوري. اما على المدى الطويل فما معناتها اجراءات لازم نقوموا بهم باش نبدلوا شويه البيرسيبسيون باش نبدلوا النظره ونفتحوا افاق جديده. سي دي ريفورم ستركتوريل معناتها نبدلوا باش ندخل فما يقول لك نبدل لوجيسيال يقول لك نبدل السيستيم. انا شنو نجم نقول لك نركزوا على هالي بوبولاسيون فولنيرابل essentiellement اللي هما معناتها الفئات الهشه هذوما اجتماعيا الفئات الهشه اللي هما عندهم ان بوتنسيال كبير ياسر ونجموا معناتها يشاركوا في الدوره الاقتصاديه في خلق الثروه في برشا حاجات ونجموا كي ندخلوهم احنا في الحلقه الاقتصاديه نخرجوهم اوتوماتيكمون من هالفيلنيرابيليتي نتاعهم. دونك احنا في لي ريكومونداسيون معناتها نجم نقول لك فما 3 très importante pour ma recommandation. L'année il y a eu une bonne nouvelle la semaine dernière, réelle l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire. Voilà. اللي ان شاء الله هي اللواء بالنسبه لنا نحن سي تان ديبو اما طريقه تطبيقها وتفعيلها وكيفاش باش يتم معناها تمرير الموضوع هذايا والمؤسسه والا المجلس اللي كما قالوا هما دونك لانستونس اللي باش تكون تشرف عليه كيفاش باش يكون عندها الامباكت نتاعها وكيفاش زاد باش نجيبوا الناس من الانفورميل للفورميل بيان سور من خلال اجراءات تكون والا حوافز اللي هي تخلي الناس هذيك ترجع وتجي للدوره الاقتصاديه خاطر بيان سور ما يلزمش يقعد قانون فوالا يقعد قانونك هاو اكزاكتومون وفما ديجا كيلكوز اكسبيريونس راهو ريوسي في تونس انديبوندامون دو لا لوا وي معناتها سبونتانيمون هذوك ما غير كادر جوريديك اي كيما جمنا كيما معناتها يا دو بيلز اكسبيريونس. اما شوف احنا عندنا ان بوتونسيال انورم في الجهات حتى سورتو في الاجريكولتور في لي برودوي هذوما ارتيزانو في الترانسفورماسيون شنو القوه في
ترانسفورماسيون دي برودوي هذوما اللي تنجم انت ما وسط تبيعو بروت تنجم تو لو ترانسفورم تبيعو اغلى ومخير ويبدا الباكيجينغ نتاعو خير وهذاك الكل وتنجم تصدرو اي وهذا معناتها تنجم يخرج مش كان لي بوبولاسيون جهه الكلها يخرجها من الفينيرابيتي نتاعها هذا هو اليوم هذا اللي نجم نقص التفاوت الجهات هذا اليوم مثلا اليوم البنود وانتم في علاقه مباشره وفي تعاون مثلا مع وزاره التنميه والاستثمار والتعاون الدولي شنو فماشي حاجات فماشي دي ريكومونداسيون دون سو سونس ديما عندنا مشكل كبير لليوم مدام معناها من وقت 2011 من حتى لتوا باقي عندنا لو جاب هذا باقي عندنا جهه وجهات اخرين يحسوا رواحهم انهم مارجيناليزي وكل دونك اليوم فما مشكل نتاع ريشيس فما مشكل نتاع ريبارتيسيون فوالا نتاع توزيع نتاع الثروات بوتيتر قانون كيما هذايا ينجم يعطي لاسبي هذا لكن تطبيقه. اليوم الدوله هي اللي مطالبه انها تعمل الموضوع شوف تطبيقه هو مهم ياسر اما تو بور فينير او بنود مثلا تو لو بنود الى كومباني او نيفو معناتها انستيتيوشنيل معناتها الوزارات ولا المؤسسات الوطنيه والجهويه اما زيد اون اكومباني لي بوبولاسيون ديريكتومون معناتها حنا تو نخدموا برشا في الجنوب التونسي سور لونتربرونيا بور اكومباني دي جون بور اكومباني نسى المبادره معناها بصفه عامه المبادره اكزاكتومون دونك نكونوا احنا معناتها ندعموهم باغ معناتها دي فورماسيون بور لي ابيي على تعطيوهم اليات باش تاثروهم وترافقوهم باش تو لو بروسيسوس باش يكونوا هما المشاريع نتاعهم في العلاقه نتاعهم مع لي انستيتيوسيون دو ميكرو فينانس دونك فما اون اكسيون على التيران وي كلير معناتها احنا نجمو نبادرو هذا موجود اما الامباكت نتاعو قداش يكون اسكو قوي والا لا هذا هو هذا معناها اليوم المجتمع المدني اليوم المجتمع المدني مدام اسمت برك الله موجود بارتو في لي ريجيون موجود سورتو في لي ريجيون لكن رغم هذا ديما فما الفوارق الاجتماعيه ديما فما الناس تحس بالتهميش ديما الناس تحس روحها انه كانها اكسكلو من بلادها معناها اليوم كي تسمع مالغري برشا حاجات وتكسير وذاك كله ذاك مانيش قاعدين نحكيو عليه لكن نحكيو على التنميه أي. نحكيو على المطلب نحكي وقت الانسان 10 سنين وتقول له زيد استنى وقت اللي هو معناتها دونك هالحاجات هذيا اللي اليوم مهم برشا ان نخدموا عليها معناها دونك انا كان نحكي اليوم بالنسبه لبرنامج الامم المتحده الانمائي في شراكه مع الحكومه التونسيه كيفاش نجموا نقدموا اليه باش نخلقوا هالريبارتيسيون هذيا دي ريشيس هي راهو شوف واللي هي تدخل في التوجه نتاعكم انتم هي تنميه معناتها زادة مهمة أو نيفو سنترال معناتها باش معناتها الوزارة باش تحط معناتها سياسات التنموية وكل أما راهو فما أن رول تخي إمبورتون زادة في الحكم المحلي إكزاكتومون وهنا راهو لي مونيسيباليتي البلديات ومعناتها لي كوليكتيفيتي لوكال بصفة عامة عندهم أن رول تخي إمبورتون ويلزمهم معناتها ندعموهم أ سو نيفو ومش وحدهم زادة مازال ناقص إي مي مازلنا باقي في السنترال اي ما لو بروسيسوس قاعد في الى ان كور معناتها دي سنتراليزاسيون وباش تصير سير تقييم زاد البروسيسوس هذا معناتها كيما اعلن عليه الوزير معناتها الشؤون المحليه مي لي ميونسيباليتي مش وحدهم راهو يلزمنا ندخلوا معناتها دون سيت ابيتود هذيا باش تكون ديما شراكه ما بين السلطات المحليه والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع الخاص pour le bien-être de la communauté et des populations locales وهذا اللي نحاولوا احنا معناتها on oriente ولا on conseille معناتها sur le plan احنا on est un partenaire technique le PNUD ماهوش voilà donc c'est un partenaire technique donc on عملوا une assistance technique pour le appuyer dans ce sens donc في نفس في الموضوع هذايا وبالنسبه للشركه هذه خصصتوا une enveloppe اللي هي الانفلوب هذيا ب 447 مليون دينار هذه هكا معناها ما خصصناش احنا قلت لك مولود لا معناها خصصتو جو فو دير معناها كوم هذيا اون انفلوب اللي باش نجم تعاون المؤسسه شكون يوفرها الانفلوب هذي هذي سيت اون استيماسيون دو كو فوالا للدوله باش تنجم معناتها تخرج هالشركات هذوما من معناتها مش نقول من الهشاشه باش تعاونهم على مقاومه لي زامباكت تاع الكوفيد دونك هذه الاستيماسيون اليوم على انه ال 447 مليون دينار هذوما بور شاك 3 mois دو كونفينمون معناتها كان نرجعوا انكور كونفينمون اخر ان شاء الله ما نوصلوش نورمالمون سان دوفري با اريفي مي بور معناتها كل ثلاثه شهور
حاجة صحي قداش يتكلف ان تيرم دابوي للشركات هذو دونك هذا مس هذا على هذوما سور لو كور تيرم كيما قلت لك باش نجاوبوا معناتها على الازمه هذه على حكايه ازمه السيوله اما سور لو لون تيرم ابار الاقتصاد التضامني هذا الاجتماعي التضامني لو اس اس فما حكايه ديجيتاليزاسيون تو احنا في الحج الصحي فما برشا اللي يخدموا بالتيلي ترافاي في الاداره ولا في الشركات اليات العمل عن بعد فما اللي قراو زاده بالتيلي ترافاي اما مش الناس الكل راه كان تشوف بالجهات الكل سورتو التلامذه والطلبه مش الكلهم نجموا معناتها يتواصلوا مع الاساتذه نتاعهم خاطر ما عندهمش لي مويان دونك فما اون فراكتور ديجيتال زاده كبيرة. جهات كبيرة يس جهات ماهمش فرد نيفو في الاكسي للتكنولوجي هذا زاده سي ان مويان معناتها كي تبدا ديجيتاليزاسيون ا تو لي نيفو في الاداره في القطاع الخاص وفي المجتمع وفي والناس الكل والجهات الكل نجموا معناتها يتواصلوا سور لو ميم بيي ديغاليتي هذا اللي نسميوهم احنا لي زينيغاليتي دوبورتونيتي مش كان انيغاليتي دو ريفوني فما دي زينيغاليتي دوبورتونيتي انا مولود في جهه او الاخر مولود في جهه اخرى اون ا لي ميم شانس في الدنيا انتر اوتر لاكسي للديجيتال هذا كي يبدا متوفر c'est aussi un moyen باش معناتها تنقص في التفاوت بين الجهات وبين الفئات وبين الفئات في حد ذاتها لانه ولا. مش كان في الجهات هذا هذا سي ان بروغرام ماشي فيه الحكومه او نيفو دو لادمينستراسيون مي او نيفو دو ليكونومي دو مانيير جينيرال ويزم فريمون معناتها تواصل فيه دو فاسون معناتها تكون واضحه لكن في نفس الوقت عندها دي زوبجيكتيف فما اهداف دونك الرقمنا فما حاجه اخرى اللي هي موجوده وممكن نجم نربطوها بالكلام اللي كنت تحكي فيه مدام اللي هو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني او ميم طون اليوم مؤسسات المتناهيه الصغر المؤسسات هذه عندها ان بروبليم دو سولفابيليتي والا متتخ سولفابيليتي وليكيديتي زوز دونك ما تنجمش ممكن تخلص ديونها زاده وفي نفس الوقت ما تنجمش تكون عندها سيوله باش تخلص الخدامه اللي يخدموا معاها والا كذا وفما حاجه اخرى اللي اليوم نحن في تونس عندنا مشكل التمويل اي فوالا هذاك لو ثالث دونك لانكلوزيون فينانسيير والا ما يعبر عنها بالادماج المالي أي. اليوم معناها في تونس اذا ترضى عليك البنك هاك سلكتها اذا ما ترضاش عليك البنك تموت أي. معناها ودايور ان شاء الله نستناو ونحن البارح كان بحضنا عياض اللومي رئيس اللجنه الماليه نستناو في الكراو فاندينغ اليوم اللي هو التمويل التشاركي اكزاكتومون فهمت مشروع القانون وان شاء الله زاد تمويلات اخرين يكونوا بديله اللي باش ينجموا يعاونوا ينقصوا الضغط على البنوك لكن يعطيوا المجال والفرصه للناس اللي ما تنجمش تمشي للبنك ولا ما تنجمش تمشي للميكرو فينانس هو جوستومون هذه سي لا ترويزيام ريكومونداسيون معناتها في الدراسه هذه هما يونا بليزيور اما انا كيما قلت لك نركز على لو اس اس ايكونومي سوسيال سوليدير ديجيتاليزاسيون ولانكلوزيون فينانسيير انكور اون فوا القطاع البنكي يمول فوق 90 ولا 95% ديزون 92% من الاقتصاد التونسي ما يمشي الكل للشركات اللي عندها لا بوسيبيتي باش تتحصل على قرض خاطر فما دي غارونتي يلزمك تجيبهم عندك تمويل خاص يلزمك تجيبو معناتها من عندك انا كلوتو فينانسمون هذاك معناتها دي فينانسمون يلزمك تجيبو من عندك انت وهذا مش الناس الكل ينجموا وكي انت كيما قلت لك معناتها فما 97% من الشركات هما صغار ياسر باش تقول منين عندهم الكابيتال دونك فما ريالمون ان بروبليم داكسي او فينانسمون لي انستيتيوسيون دو ميكرو فينانس عندهم دور معناتها مهم ياسر في تمويل هالفئات هذوما المشكل توا مش كافي علاش خاطر زادا لي انستيتيوسيون دو ميكرو فينانس اليوم يتسلفوا باش يسلفوا اكزاكتومون دونك التو راهو ولا اكزوربيتون راهو ولا اي فوالا قاعدين يسلفوا من دي 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 معناتها دي ستركتور من البنوك ولا من هو شنو اللي نجموا احنا معناتها نجموا احنا وانا بنود دولة معناها تنجموا انتوما تدعيوا ليه كيما نقولوا نحن ولا اللي هما لي انستيتيوسيون دو ميكرو فينانس وليو معناتها يتمولوا ولا معناتها سو ريفينانس في البنك المركزي كيما اي بنك اخرى Donc, mmh. le refinancement des institutions de microfinance auprès de la Banque centrale permet à ces institutions de self à un taux beaucoup plus favorable. Et en plus, ils ont un taux beaucoup plus favorable.
السيوله اللي باش يسلفوها للمؤسسات الصغرى. المؤسسات الصغرى. هذا ان بوان. لو دوزيام بوان سي اللي يفودري بوتيتر اوسي بيرميتر لي انستيتيوسيون دو ميكرو فينانس هذوما باش ياخذوا لي ديبو نتاع لي بينيفيسيير نتاعهم، باش معناتها لي بيتيت انتربريز ولا لي اوتو انتربرونور ولا ميكرو انتربرونور نجموا يوليو يحطوا فلوسهم في انستيتيوسيون دو ميكرو فينانس. تلقى زاد فرصه باش تنجم انت تجبد هالفلوس هذوما تجبدهم دخلهم دون هو على ذكر لو فينانسمون ديجا معناها نعرفوا انه البنك المركزي خرج مرسوم نهار 18 جوان حكينا على 300 مليون دينار اللي هما باش يكونوا رو فينانسمون. معناها انا قاعد نقول انه هذا فوالا هذا ماهوش كافي معناها اليوم. كيما تقول بنوك معناتها سو رو فينانس ولا فوالا ولو فات زاد وهذا باغزومبل سي ان انا جو بار دان اكزومبل كيما في الهند مثلا لي انستيتيوسيون دو ميكرو فينانس يخدموا هكاكا ويمولوا معناتها une bonne partie de ces micro-entreprises. Le fait d'accueillir les dépôts, les bénéficiaires, c'est un circuit de liquidité qui تسلف بهم بعض لي زوتر. وهذوما يكونوا عن طريق شنو معناها؟ يكونوا عن طريق صناديق معناها كما تقول انت. معناها هي سي لو كادر معناتها لو كادر دو فونكسيونمون دو سو سيكتور لا معناتها دو لا ميكرو. لان نحكي على الناس اللي باش تاخذ الفلوس هذيا وكل تكون اترافيغ ينجموا يكونوا صناديق جهويه كان نحكي. لا با فورسيمون معناتها با فورسيمون تاش تكون مي ديريكتومون كيما تقول البنك معناتها لانستيتيوسيون دو ميكرو فينانس تخدم كاي بنك معناتها عندها فروع جهويه ولا واضح. ان توكا فما سامحني نقص عليك فما دوتر انسترومون كو لا ميكروفينانس انتر اوتر التمويل التشاركي الكراوفاندينغ والبزنس انجلز ان شاء الله تو سكي بو توشي معناتها لي بوبولاسيون دون لو معناتها اللي يبداو في الجهات واللي هما ما عندهمش لي غارونتي نيسيسير بور اكسيدي للقطاع البنكي للبنوك. دونك عندك شي اخر كلمه بالنسبه للليتود ولا حاجه؟ دونك ذولي عملنا لو تور. عملنا لو تور اكزاكتومون عملنا لو تور وغما كيما قلت فريمون لازمنا خاطر فما معناتها لا كريز دو كوفيد ما مسيتش الناس الكل دو لا ميم مانيير الجهات الكل دو لا ميم مانيير والاقتصاد معناتها لي سيكتور الكل كيف كيف دونك لازمنا فريمون نركزوا على الفئات هذوما. واضح. عايشك يعطيك الصحة. شكرا لك. عايشك. ميرسي بوكو مدام أسماء بوراوي خوجة مديرة فريق النمو الشامل والتنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البنود. هذا كانت ضيف اليوم. نقعدوا في نفس الإطار وباش نمشيو ديريكتومون الفقرة تعرفش ونحكيو على الوضعية المالية للأسر التونسية اللي دهرت بسبب الكورونا، وهذا يجي في إطار دراسة من بين معهد الإحصاء والبنك العالمي. تفاصيل كل والأرقام تلقاوها مع زين الزيدية. تعرفش أن الوضعية المالية للعائلات التونسية ادهرت بسبب أزمة الكورونا وبسبب الحجر الصحي الشامل اللي كانت عاشته تونس قرابة الشهرين. حسب دراسة قام بها المعهد الوطني للأحصاء بالتعاون مع البنك العالمي، فإن الوضعية المالية تراجعت بصفة كبيرة لقرابة ثلث العائلات الأكثر فقراً، يعني ما يقارب تقريباً 40% من العائلات التونسية. في المقابل بقات مستقرة بنسبة الثلث بالنسبة للعائلات الأخرى ودهرت بصفة متوسطة بالنسبة للثلث الباقي في فترة الحجر الصحي الشامل. بالنسبة لما بعد الحجر الصحي الشامل فإنه أكثر من نص العائلات ولات ما هيش قادرة على تأمين نفقاتها القارة، يعني قرابة 95% منهم ما نجموش يخلصوا الفواتير متاعهم. 37% من العائلات التوانسة ما نجموش يخلصوا ديونهم. تعرفش هذا هو دونك حال الأسر التونسية. دونك 60% من التوانسة ما قدروش يخلصوا أجورهم بخلاف المشاكل الناس في نفقات الفواتير وغيرهم. دونك هذا عينة تنجموا ترجعوا تسمعوا لي روبريك نتاعنا على صفحة شمس فام وإلا على صفحة كلام في البزنس. بعد شوية تجيكم الأخبار الوطنية والعالمية مع زميلنا رفيق دريدي، ومن بعد شاكر بسباس في شمس ماك. أنا نلقاكم نهار الخميس بيان سور في نفس الموعد من الأربعاء للخمسة. باي باي تشاو.